ماتش أهلي بيتلعب ومسلسل يعني ما ينفعش يتفوت في نفس التوقيت بيتعرض، هنتفرج على إيه؟ ماتش طبعاً. شفت هو ده العشاء يا كابتن. هو ده العدل. هعمل كرسي الرابع. هو ده العدل. طب سؤال برضو، لأن أنا وكريم كنا بنطرح الأسئلة دي، لو ما فيش غير تلفزيون واحد في البيت وما فيش إنترنت، تخيلوا حضراتكم بس معايا، وحضرتك قاعد مع حد من يعني فرد من العيله مهم جدا، سواء بقى الزوجه الحما ما اعرفش، وقالت لك انا هتفرج على المسلسل ده وحضرتك عايز تتفرج على الماتش، هتعمل ايه بصراحه؟ بص كل واحد عنده طريقته يعني اسلوبه. ايوه، وهو اهم حاجه الاسلوب. انت مسيطر ولا مش مسيطر؟ ماشي. كريم قال لك انا يعني على حسب. ايوه احنا لما كنا بنتكلم في الفاصل كريم قال انا مش عايز مشاكل، اشتري اللي جاي من عمري واشتري اللي جاي من بقيه الليله. انت كل العمر ده لسه ما قدرتش تعمل قاعده ان الماتش اهم من المسلسل؟ لا، في ماتشات يعني مثلا لقاءات القمه بصفه خاصه اصلا ما بقاش في مساحه للنوع ده من الجدل اساسا، ما فيش مساحه للكلام فيه. ده كلنا، لكن لو ماتش مش هاممني انا شخصيا عادي جدا بكره يعني. البيت عندي كروي، البيت عندي كروي، بيعرفوا اللعبه الحلوه. بالمناسبه بقى، بمناسبه الكلام عن المسلسلات والفن، وحضرتك برضو قطعت شوط كبير في دنيا الفن والسينما والمسلسلات، وكمان ما خدتش الموضوع من على الوش، حضرتك تصديت للانتاج. للدرجات دي كنت حابب الفكره، ولا كنت حابب فكره ان انت تبقى صانع افلام لنفسك اولا قبل ما يكون بمشاركه فنانين ونجوم اخرين عشان تثبت حاله، زي ما اثبتت حاله في الكوره لازم كمان تسيب نفس البصمه في الفن؟ هو انا ما بحبش الفشل. خدوني كده من دار للنار بعد الحادثه بتاعتي. كنت برجع اعمل ريكفرنج تاني، انا العب كوره تاني. قالوا لي ما تيجي تمثل، قلت لهم والله ما عنديش حاجه يعني ممكن امثلها وممكن اجرب. فلما دخلت ما كانش فيه اهتمام بيا باي حاجه ولا علموني اي حاجه، سابوني كده شيطاني يعني. وانا دخلت زي ما دخلت زي ما خرجت، ولا والافيش شريف عبد المنعم، ولا كنت انا ومحمد الحلو وليلى علوي، قلت لهم انا عايز ليلى علوي البنوته الصغيره، عايز وفيلم عدى. اتعصبت يعني، لا انا بقيت عادل هيكل ولا انا بقيت اكرامي ولا كابتن صالح ولا انا كابتن صالح، طبعا كاريزما كبيره. فجت فرصه تانية بعد ما خلصت لعب خالص، جالي نبيل صروفيم مخرج بتاع اي ار تي طبعا، وهو بيكتب وكمان انا بعمل فيلم اسمه عوده الهاري بنته، جبت الافيش بتاعه، انا عايزك تيجي تعمل معايا الفيلم انت وحسين فهمي ومحمود ياسين وشهيره الناحيه الثانيه. قلت قصة كويس قوي طبعا، في بقى ناس كتير، لوسي و كنت عايز بقى تسيب بصمه وحسين المره الشربين. دي قلت فرصه. ايوه، ونبيل بيحبني، كان بيحبني ايام الكوره يعني، فوفر لي وقال لي يلا ولو عايز تخش عايز ادربك على الانتاج كمان وشافك. قلت له لا انا سافرت بره ورجعت وشفت، انتوا بتعملوا السينما بطريقه غريبه قوي يعني، احنا ممكن نعمل عندنا امكانيات نعمل حاجات كتير قوي. كان عندي طموح بقى ان انا اعمل افلام باسلوبي باللي انا شفته. أوكي. من الحاجات اللي انا شفتها في الكواليس، والسبيل الوحيد متبانش. ده ان انت تنتج الحاجات اللي هي ما تخش كده تشتغل. الافلام اللي هي قعدنا فتره بنتكلم عليها، اللي هي الافلام اللي بيسموها 20,000 جنيه دي ومش عارف ايه، مقاولات. مقاولات. انا مش عايز اروح السكه دي خالص، عايز اعمل فكر، عايز اعمل كلمه زي بركان الغضب، مفيش سلاح ضد طوب، مش هيفضلوا فلسطينيين يحاربوا، الصواريخ دي كلها طوب والولاد يموتوا وحاجات كده. فكان لينا رساله كبيره قوي في الموضوع ده. كلمني عن الغجر الهنجرانيه، الولاد اللي بتشوفهم في الشوارع دي كلهم، ليه الناس دي ما تتلمش ويتعمل لهم مدارس ويتعالجوا؟ كان في يعني قضيه بتناقش، والعزب اللي هي كانوا بيبقوا قاعدين فيها تبقى الحضاريه، اللي هي الوقت دلوقتي اللي هم بيخشوا بيعدنوا ويمدنوا كل حته، ما بيخلوش حته دلوقتي. كان فكر قديم زمان يعني من ايام التسعينات يعني. فكان ده فكري وكان ده مفهومي للحكايه، ودخلت في عوده الهرب وبرضه اتفرمت. ما خدتش حقي بقى. ايه كان حسين فهمي راح ربنا يديه الصحه على امريكا، وجه الاستاذ عزت العالي الله يرحمه والاستاذ محمود ياسين، اشتغلت انا وعزت ضد محمود ياسين وشهيره، وعلمني محمود ياسين وشهيره حاجات كتير قوي. ابتديت بديجري ابتدى يعمل معايا طبعا يتبلور اكتر. ابتديت اقعد اخش اشوف فيلم تاني اسمه الصفقه كده، انا واحمد عبد العزيز وشيرين. شيرين قالت تعالى انت بتحب التمثيل، راحت قالت لهم ما جيبوا شريف عبد المنعم ده، ابتدى برضه دخلت، وكان معايا جمال ابو رايه، كنا لسه برضه جروبات كده جديده، كانت افلام. ف
اللي بيخش الكواليس انت عارف، واللي بيخش السينما ما بيعرفش يخرج. يعني ان شاء الله. طب وخرجت تخش بالمناسبه يعني ليه خرجت خروج شبه كامل؟ مش ولا الفكره ممكن ترجع تراودك من جديد سواء انتاجيا او مشاركه؟ والله لحد دلوقتي بيتعرض عليا، ولحد دلوقتي انا بس انا اتعلمت ان انا في حته دايما ما ينفعش بعمل بطوله وحاجه اعمل مشهد ست سبع مشاهد مش هيعلمه. عايزيني هعمل كذا. طب وليه انا خارج بطل او خارج ليه؟ بس والله فيها حاجات مشاهد بتعلم يعني. ما انا عملت مشهد بالظبط. فتاه من اسرائيل صبرا وشتيلا طبعا، والله يرحمه غسان مطر، والله يرحمك استاذ محمد راضي، قال لي تعالى اقف جنب ايهاب راضي اخوك ومش عارف ايه. كان معاكم خالد النبوي كمان في اللسه في البدايه، كنا رايحين نعمل حلقه البطولات. صح كده. ورغده انت عارف في فيلم اسمه حلقه البطولات كل مصر مثلت فيه، اللي هو عن المشير محمد علي فهمي، عن حرب اكتوبر وكده وما اعرفش ايه. انا مثلت فيه شارون يعني كمان عملت شارون. درست بقى الشخصية كابتن ولا درست ولا حاجة؟ أنا عارفه بيمشي إزاي وبيتكلم إزاي، وهو نرفز على طول، وهو اللي عمل الثغرة، وكان في حديث طبعا مع لواءات جامدة وتعديل. أكيد أكيد كل المراحل دي أنت بتتعلم فيها كل شيء طبعا. وصلت خلاص بقى إن أنا بكتب وبقعد على المونتاج. وجي قعد أحد الأصدقاء محمد عايش وطارق، طارق كنت بحكي لك عنهم دلوقتي، قالوا لي ما تيجي نعمل هوم ألون. الطفل اللي أهله سابوه. أيوة. قلب هوم ألون ده، بقى ما جينا نعمله بقى الغجر. لا ده في فرق كبير قوي. ونرجع نخش طيب نعمل فيلم تاني بركان غضب. طب امبراطور الشر ده اتعرض عليا يا محمد رمزي الله يرحمه برضه ان احنا نخش فيه ميرج يعني نعمله هو وتحت الربع. يعني بقت كل سنه فيها فيلمين ثلاثه، بقيت ليك وجود، ليك كواليسك، ليك ايرادات بتحصل في الوسط اللي الناس ما كانتش مش ممكن ده بيحصل له ارش كومبلي. يعني فيلم بروتوت الشر ده عمل معادله غريبه جدا، توزيع فيديو وتوزيع ما. وبعد كده حسيت انا لا دراسه فن ولا اي حاجه، استكتروا عليا بقى، ولا انا جاي من عندهم. قال لك الله ده هو بيمثل وبيكتب وبينتج وبيمنتج. طب ما دلوقتي في ناس كتير كده. لا ما انا بقى بقيت لي لوش فهو بقى يعمل كده لنفسه. اوكي. احتضني ناس، احد الناس زي الله يرحمه ابراهيم عفيفي، عمل لي فيلمين اللي هو قبضة الهلالي، وكان فيلم اسمه فخفخينة عملته انا ورانيا يوسف ويوسف شعبان الله يرحمه. فده كان اخر حاجه 2010 كبطوله ان انا اشتغلت. قول لحضرتك على حاجه بقى، احنا هنرجع تاني مثلا 2021 مع بعض بقى نعمل حاجه. وكريم ما انت بتمثل. والله كتر خيركم اللي انتوا افتكرتيني. احنا نعمل عمل مشترك بقى. بص كريم عارف عمل اهلاوي مشترك. كريم عارف السكه. انت ما شاء الله يعني هتجيلك ده لو انا اتعرض عليا قبل كده فعلا اتعرض عليا بس وقتها ما كنتش عايزه امثل، دلوقتي ممكن. يعني احنا على رمضان الجاي ان شاء الله هنشوفك هناك مش هنا. خلونا بقى